المدينة هي مجموعة المكونات اللي بنحتاجها كبشر للعيش والتفاعل. غزة هي بالنسبة لي العالم الوحيد اللي عرفته لمدة 29 عام وشكلني وتشكلت في ظله. انتمائي إلها بتشكل من ذاكرتي للمكان وللناس ولروح المكان وروح المدينة. نتيجة كثير من الأزمات والحروب والحصار، الضغط النفسي شديد جدا على المستوى اليومي للحياة هناك. المدينة الجديدة ترومسو هي عالم مختلف تماما. الجو بيأخذ طاقة كبيرة للتأقلم. متعب أيضا الاختلاف النسيج الاجتماعي هنا والمسافات الاجتماعية والحالة الفردية في نمط الحياة، وهذا تغير فيه، أصبحت أقل اعتمادا على الحياة الاجتماعية كمصدر طاقة للأسف. في ترومسو أحب الهدوء والأمان، وأشعر بالانتماء لما شكلته من حياة بسيطة في مدة لا تتجاوز عامين من عمل وأصدقاء وتبادل تجارب وخبرات مع ناس من مناطق كثيرة من العالم. الانفتاح على العالم بالنسبة لي كان شيء مهم. وين الحبايب؟